عندي بقى خبر من الاخبار الكويسه جدا هنبني عليها ان شاء الله حلقه باذن الله قريبا. هيئه الدواء المصريه بتعلن انها استطاعت خلال الفتره الماضيه تحقيق انجاز ضخم ممكن نترجمه في رقم، تخطت حاجز الصادرات مليار دولار لاول مره في تاريخ الصناعه الدوائيه في مصر. قد ايه؟ صدرنا دواء بمليار دولار. ده معناها ايه يا جماعه؟ معناها ان احنا بنصنع دواء، معناها ان عندي خطوط انتاج، معناها ان انا عندي مصانع، معناها عندي خبرات، معناها عندي امكانيات، معناها ان انا ممكن اخلي المليار 2 و3 و4 و10، معناها ان احنا عندنا امكانيات وعندنا مزايا نسبيه. لما يجي لي يا جماعه الخبر بيقول لي ان احنا كان عندنا في من سنه 2014 يمكن ولا 130 مصنع ب 500 خط انتاج، النهارده بقوا 191 مصنع 799 خط انتاج، معناها ان احنا عملنا طفره. طفره يا جماعه حقيقيه تستحق منا الانتباه والفخر كمان اننا قادرون. معايا الدكتور حماده شريف المتحدث باسم هيئه الدواء المصريه ومعاون رئيس الهيئه. دكتور حماده مساء الخير. سنور يا فندم. يعني اعتقد الخبر يعني انا قلته وعايز مزيد من التفاصيل حوله وكيف تحقق وده دلالته ايه؟ طيب خلينا نوضح بدايه كده يا فندم، هل صناعه الدواء في مصر هي صناعه حديثه ولا صناعه قديمه؟ قديمه يا فندم. طيب صناعه الدواء في مصر زي ما حضرتك قلت صناعه قديمه بدات من الثلاثينات. صحيح. ولكن منذ تولي القياده السياسيه في 2014 المسؤوليه ووضعت رؤيه مصر 2030 والنهوض بالمنظومه الصحيه، كان في توجه قوي ان يحصل طفره في القدره التصنيعيه المصريه. وده اللي الحمد لله والشكر لله هيئه الدواء اشتغلت عليه بالشراكه مع الصناعه المحليه، وحصل عندي زياده في عدد خطوط الانتاج تقترب من 60% في 9 سنين فقط. وده يعتبر انجاز كبير للصناعه المصريه وضمان للامن الدوائي المصري. صحيح صحيح. طيب يا دكتور يعني انا بس بسال لانه فعلا احنا الرئيس كان بيتكلم وبيقول اننا مش عايزين بس نتقدم، عايزين نعمل قفزات. دي قفزه من القفزات، ممكن تودينا فين تاني؟ اولا القفزه دي ودتنا فين وان شاء الله هتودينا فين؟ اتفضل دكتور. النهارده بنحقق اكتفاء ذاتي من الادويه اللي بيتم صناعها في مصر بنسبة 94% من علب الدواء يعني وحدات المباعة في السوق المصري اللي هي 4 مليار عبوة بيتم تصنيعهم في المصانع المصرية. وفقط 6% من المستحضرات اللي بتباع هي مستحضرات مستوردة. فاحنا هنا بنحقق أمن دوائي مصري. رقم 2، من خلال الصناعة القوية ببدأ إن أنا أتحرك على فتح أسواق تصديرية بتخليني اقدر اوصل للهدف المصري الكبير اللي هو 100 مليار دولار صادرات. من خلال ان انا ادعم الصناعه، ابدا احصل على اعتمادات دوليه، اوقع اتفاقيات مع الدول خاصه في العمق الافريقي، وده توجه سياده الرئيس ان احنا نبدا نكون بوابه ومصنع كبير لافريقيا في الدواء. الحمد لله خلال السنه اللي فاتت وقعنا اكثر من 5 مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الأفريقية منها السودان، الكونغو، جنوب أفريقيا، زيمبابوي، نيجيريا أخيرا، على فكرة الاعتماد المرجعي، إن هو يثق في القدرة التصنيعية المصرية من خلال هيئة الدواء في مجالات التسجيل والتفتيش والرقابة على المنتجات. فيبقى الدواء اللي موجود في مصر يسهل نفاذيته للأسواق الأفريقية. صحيح صحيح. طيب يعني اعتقد دكتور توافقني ان احنا لابد نعمل حلقه او فقره حول صناعه الدواء في مصر، يعني التحديات اللي بتواجهها والفرص، ونبدا نتكلم والناس تعرف ما يدور في هذا القطاع. لو تسمح لي ننظم هذه الحلقه في اقرب وقت ممكن. بشكرك جدا دكتور حماده الشريف معاون رئيس هيئه الدواء المصريه والمتحدث الرسمي باسم هذه الهيئه.